بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق طنطا تبع محافظه الغربيه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 18/7/2022 وتعالوا نشوفوا الاسعار في سوق طنطا النهارده. صباح الخير يا عم الحاج، ولسان طيب. عامله كام البقره الطيبه دي؟ عامله 39 الف يا جماعه. بسم الله ما شاء الله وراها انتهى. الله اكبر، الله يبارك لكم فيها يا حاج واجعلها مبروك عليكم ان شاء الله. 39 الف يا جماعه، الله اكبر. خليط براون، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على الماء، الله اكبر. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم يا حاج. صباح الخير يا عم. مرحبا. كل سنه حضرتك طيب. نتا ولا ذكر دي؟ نتا والله. عامله كام الله وكيل؟ دي والله يا شباب 10600. ربنا يملا لك بركه يا حاج، ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله. 10600 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. عمري من 6 شهور لسبع شهور. تقول يا حاج؟ بتدوس على قناه المواشي اليوم. يعني الاسعار النهارده مرتفعه برضو؟ بدات ترتفع طبعا. الله يقويكم ويصلح حالكم يا حاج. صباحك ابيض ومتشكرين جدا. نهارك زي العسل ان شاء الله. اللهم صل على النبي على العجول الجنيه. ايوه يا دولي يا غالي. عامل ايه؟ العجل بكام من دول والله؟ 13000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. صور العمده اهو. الله اكبر. صباح الخير يا عمدي. العجل بكام من دول والله يا عمدي؟ 13 ونص. 13 و13 ونص. الله يبارك لكم. تجار ولا جنيين يا عمدي؟ جنيين يا حاج. الله يصلح حالكم ويبارك لكم ان شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الذكوره اللي احمد. صباح الخير يا حاج، كل سنه حضرتك طيب. عامل كام الذكر ده والله؟ عامل 25. 25000 ذكر لحم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله يبارك لك. الله اكبر على البقر الوالد. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير عندي. عامله كام الله وكيل البقره دي؟ 2 على بعض والله. 2 على بعض. وفين الثاني؟ العربيه. العربيه. طب يعني مثلا دي مثلا معروف ثمنها كام؟ ايه بسرعه حياتها. قناه المواشي اليوم. اليوم؟ اي. عامله كام؟ 37600. بسم الله ما شاء الله. عامله بعدين. الذكر دخل والله. عامل كام؟ عمدي صباح الخير. الذكر ده عامل كام والله؟ ها؟ عامل كام الذكر ده؟ اسمه قناية 6000. ها؟ بقول لك ايه؟ انا لو عايز اتكلم في التلفزيون. ايوه عادي. التلفزيون 57 يا جماعه. عجل ذكر عمر شهرين ونص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا حاج واجعل صباعك ابيض. الله يبارك لك. كل سنه حضرتك طيب. بسم الله ما شاء الله. العجول الجنيه البقر. النتيجة عامله كام يا عمد الله؟ معلم اهو. صباح الخير يا معلمي. ايوه انت صورت. الاسعار عاملين النهارده؟ اسعار على الطرف. ليه كده؟ شدد؟ عامله كام ديت ودي عامله كام؟ الاثنين ب 24000. بسم الله ما شاء الله. الاسعار نار يا جماعه النهارده في العجول الجنيه البقر اهوت 24000 هم. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. هيعمل ايه طيب؟ ما هي الاسعار كده؟ اسعار نار. اي ما الحمى الكلاعيه كانت نص البهايم والسكينه كانت نصها. حبيبي ما عادش حاجه. الله يقويكم عينكم. طنطا وحلويات طنطا وعسل طنطا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال. صباح الخير يا حاج. عامل كام والله الذكر ده؟ مش عارف ثمنه. عامل كام والله؟ الله يسهل لك الحياه. طب فين صاحبه نسالوه طيب؟ ماشي. اللهم صل على النبي. الحاج محمود الغباشي. الحاج محمود ملك العجل التقيل. عامل كام والله؟ ليه؟ الحاج محمود الغباشي اللي شاربها سوابولش على اسعار. طب قول ده اللي سواه. اه. وصاحبه ورا. لا ده بيكذب. بيكذب برضه؟ لا حول الله يا رب. يا ربنا يهديه. صوت الغربيه. اللهم صل على النبي على العجول والذكور اللحم النهارده في سوق طنطا. الله اكبر. صباح الخير يا معلمين. كل سنه حضرتكم طيبين. الله يبارك لكم. عامل كام العجل ده والله؟ نعم. 25000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الماء. تفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. 25000 يا جماعه. عيد ذكر لحم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الصباح الفل يا حاج. خدوا. السواق ده محمد عروسه.
فرصه ولا ايه؟ اه عامله كام النتائج يا موز ده يا حاج والله؟ 11 ونص كم؟ 11 ونص 11 ونص الله يبارك يا حاج عبد الله صباح الخير عامله كام النتائج والله يا حاج عبد الله؟ ليه جنب 11 طب النتائج البقر؟ ب 6200 6200 الله يبارك لك يعني السوق حلو النهارده ولا غالي؟ كله حلو الله يبارك لك صباحكم ابيض عبد الله حامد حاج عبد الله حامد احسن راجل يا حاج الله يقويكم الصحه لكم بسم الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه عرض جميل وعرض حلو النهارده في سوق طنطا صباح الخير يا معلمين كل سنه طيبين نتعرفوا باسمكم محمود احمد خليل محل تروح معلم محمود احمد محل تروح محل محمود احمد خليل من محل تروح الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله ذكوره كلك ولا كلنا ذكوره كلهم الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي على المال يا جماعه الله اكبر نعم حاج رضا طعمه دايما ابو سني الله يبارك له حاج رضا بسم الله ما شاء الله سعر 85 85 تسع عجول سعر 85 تسع عجول يا جماعه سعر 8000 ونص العجل بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر من عند المعلم بحبك. السعر الحقيقي الله وكيل بمرت الله هناخدوا رقمك برضو عشان لو حد عايز حاجه يتواصل معاه 012 87 8 7 8 7 8 1 بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي ورج ومل عليك وصلى على حبيبك النبي استنى شايف السعر بتاعك رخيص والله التليفون موجود واحد ببيضه واحد كسر جوز والمصحف الشريك واحد بيشوفها ميه يعني حابب بتاعه في ميه الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله يبارك لك يا حاج وفي 16 واحد عندك حاجه نعم اه والله في 16 واحد برضو تاني اه والله الله يبارك لك اي حد يتواصل معاك تبع قناه الماشي اليوم بالله عليك تعمل معاه والله العظيم احلى واد صباحك ابيض ما تعرفناش انت قاعد فين انا محل تروح عند شبكه الكهرباء محل تروح شبكه الكهرباء شبكه الكهرباء الله يبارك لك يا معلم واجعل صباحك ابيض ان شاء الله الله يصلح حالكم قناه الماشي اليوم الله اكبر على المال يا جماعه بسم الله ما شاء الله ذكورة أمة العجل عامل 8000 ونص بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله أكبر على الماء بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي معاكم عربية الله أكبر هو دي في مصر أكبر صباح الخير يا عسل عامل إيه يا معلمي؟ صنعية إيه دي؟ إيه؟ صنعية فاضية؟ لحم عاملة كام الله وكيل؟ عاملة 23000 23000 كسرة حية؟ ست كسرة ست سنات بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك على مهلي على مهلي الله اكبر الله اكبر يا ساتر يا رب وراها رجاله توها بسم الله ما شاء الله العجله انطلقت من الراجل عيني جرت لا حول الله يا رب الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر على البقر الوالد صباح الخير يا معلمي كل سنه حضرتك طيب انت طيب عامله كام البقره الوالده دي والله 22 ونص 22 الف ونص وراها ذكر بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر الله يبارك لك يا حاج 22 الف ونص بسم الله ما شاء الله على المال الله اكبر الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر اسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء السلام عليكم ورحمه